اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 2 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 2 اللي بعنوان ميك ا بار جراف. الدرس بتاعنا النهارده هنكمل فيه البار جراف اللي اتعرفنا عليه في ليسون 1، وقلنا ان البار جراف عباره عن رسمه متكونه من مجموعه من البارز. مجموعه البارز دي بتسهل عليا المعلومات اللي احنا ممكن نلاقيها في رسمه كبيره زي دي. تمام؟ طيب هناخد ايه في ليسون 2؟ هنتدرب اكتر ازاي نعمل البار جراف. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي color one box for each item in both pages، يعني في الصفحتين اللي قدامنا دول عايزين نتعرف على الحاجات اللي موجوده في الرسمه، ومن الحاجات اللي موجوده في الرسمه نعمل البار جراف. طيب لو احنا عايزين نعرف عنوان البار جراف بيبقى مكتوب فين يا اولاد؟ بيبقى مكتوب فوق البار جراف اهو. اسمه ايه؟ اسمه سي انيمالز. طيب مين هم السي انيمالز اللي احنا هنشوف عددهم اللي هم مرسومين تحتهم؟ عندي الاكتوبوس اللي هو الاخطبوط زي دول كده، وعندي السي ستار اللي هي نجمه البحر زي دول، وعندي السي سنيلز اللي هي قواقع البحر اللي هم موجودين هنا هم، وعندي الفيشز في عندي مجموعه سمك برضو هنجيب عددهم، وعندي التيرتلز عندي مجموعه سلاحف برضو هنتعرف على عددهم. طيب في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها يا اولاد، ان البار جراف بيبقى متكون من تو لاينز مهمين. اول لاين اللي هو اللاين ده اللي مرسوم بالجنب ده بنسميه الهوريزونتال اكسس، يعني الخط الجانبي او المحور الجانبي. ده بنوضح عليه ايه؟ بنوضح عليه الحاجات اللي موجوده في الرسمه. طيب ايه الخط الثاني؟ الخط الثاني اللي هو الخط ده بنسميه الفيرتيكال اكسس، او الخط اللي مرسوم بالايه؟ بالطول كده زي العمود. ده بنوضح عليه ايه؟ بنوضح عليه النمبر اوف انيمالز، عدد الانيمالز اللي احنا هنتكلم عنها هنا. طيب يلا مع بعضينا نعمل البار جراف ده. بنعمله ازاي؟ نروح عندي على الاكتوبس، اروح اعد اشوف في منهم كام واحد عندي في الرسمه. يلا نعد مع بعضينا، ادي كده 1 2 3 اند 4، في عندي منهم 4. نروح على الرسمه نلون 4 بوكسز، ادي كده 1 2 3 اند 4. بعد كده عندي ايه؟ عندي السي ستارز اللي هي النجوم بتاعت البحر. يلا نعدهم، ها ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندي 9، واحدة قاعدة نايمة هنا اهي. يبقى أنا عندي كام واحدة؟ عندي 9، يبقى نلون 9. أدي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. يبقى انا كده وضحنا ان احنا عندنا 9 سي ستارز. بعد كده عندي السي سنيلز، نروح نعدهم، عندي كام واحده منهم؟ ادي 1 2 3 4 5 6 and 7. نيجي هنا ونلون 7 بوكسز، ادي كده 1 2 3 4 5 6 and 7. يلا نشوف الفيشز بعد كده عندي كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7، عندي 8، عندي 8 فيشز، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 and 8. يلا نعد الانيمال اللي بعد كده اللي هو التيرتل، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. يبقى نيجي هنا نلون 10 بوكسز، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. زي ما انتم شايفين يا اولاد ان احنا نعمل البار جراف سهل جدا. بنعمله ازاي؟
نروح على الرسمة بتاعتنا أو على الجراف بتاعنا ونعد الحاجات اللي فيه ونحولها لنمبرز على الايه؟ على البار. يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ From the bar graph complete. يعني من البار جراف اللي احنا عملناه يلا نكمل الأسئلة بتاعتنا دي. بيقول لي the number of octopus is ايه؟ ها نعمل ايه؟ ممكن نروح نعد البوكسز دي وممكن على طول نروح نشوف آخر البار موجود فين؟ موجود هنا. نبص قدامه نلاقي 4. يبقى نكتب 4 على طول. يبقى we have 4 octopus. بعد كده بيقول لي the number of sea stars is ايه؟ ها؟ ممكن نعدهم وممكن نروح على آخر البار ونبص بعينينا نلاقي ايه؟ نلاقي 9. يبقى كل دول 9. يبقى we have 9 sea stars. مين اللي عندي بعد كده؟ السي سنيلز اللي هي القوقعة بتاعت البحر. عندي منها قد ايه؟ نروح على البار جراف نشوف اخر البار بتاع السي سنيلز واقف لحد فين. ابص بعيني الاقيه بيشاور على 7. يبقى we have 7 sea snails. اللي بعديها بيقول لي the number of fishes is ايه؟ نروح على البار اللي فيه الفيشز. اخره بيشاور على ايه؟ بيشاور على الايت. يبقى the number of fishes is 8. اخر واحده معانا النمبر اوف تيرتلز از ايه؟ نيجي على التيرتل تشوف البار اخره ايه؟ اخره 10. يبقى النمبر اوف تيرتلز از ايه؟ ايستر. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضنا نحل شيت 2. بيقول لي هنا use the bar graph to answer the questions. يعني هنبص على البار جراف ده ونستعمل المعلومات الموضحة فيه علشان نجاوب على الأسئلة دي. طيب في الأول نتعرف على البار جرافز، نعرف الحاجات دي بتاعت إيه. أول حاجة أروح أبص على التايتل بتاعه، العنوان بتاعه. اسمه إيه؟ اسمه Marbles Colors، يعني الألوان بتاعت البلي. يبقى احنا كده عرفنا من العنوان ان البار جراف ده هيتكلم عن الماربلز، عن البلي. طب هيتكلم عنهم يقول ايه؟ مديني هنا الكالرز بتاعتهم، الوانهم، ومديني هنا النمبر اوف ماربلز، كل لون عندي فيه كام ايه؟ فيه كام واحده. تمام؟ يعني مثلا الريد ماربلز، البلي اللي لونه ريد، عندي منهم كام واحده؟ نبص هنا كده نهاية البار فين؟ نهاية البار عند الفايف. يبقى انا عندي ريد في منه 5. طب البلو في منه 9. طب اليلو اهو في منه كام؟ في منه 5. طب الجرين ماربلز في منهم كام واحده؟ 1 2 3. طب البينك 1 2 3 4 5 6 and 7. تمام. يبقى احنا كده تعرفنا على البار جراف. يلا مع بعضينا نحل الكويتشنز. Question number 1 بيقول لي what is the number of red marbles؟ الريد ماربلز عندي منهم كام واحدة؟ نروح على البار اللي اسمه ريد ونشوف النهاية بتاعته فين عند الفايف. يبقى we have 5 red marbles. Question اللي بعد كده what is the number of blue marbles؟ البلو ماربلز عندي منهم كام واحدة؟ عندي منهم 9. Question اللي بعد كده بيقول لي what is the number of pink marbles؟ البينك ماربلز عددهم قد ايه؟ نروح على البار بتاع اللي بيعبر عن البينك ماربلز ونشوف في كام واحده. 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى كام؟ يبقى 7. السؤال اللي بعد كده بيقول لي from the bar graph complete. نبص على البار جراف ده ونتعرف عليه ونشوف المعلومات اللي فيه وبعد كده نجاوب على الكويتشنز دي. طيب هو البار جراف ده بيتكلم عن ايه؟ نروح نبص على التايتل بتاعه، العنوان. العنوان اسمه الفيفوريت بيت انيمال، يعني الحيوانات الأليفة المفضلة. يعني في ناس بتحب يبقى عندها قطط في البيت، في ناس بتحب عندها كلاب، في ناس تحب يبقى عندها أرانب، في ناس تحب عندها هامستر اللي هو الفئران الصغيرة. فاحنا دلوقتي هنشوف كم واحد بيحب الايه؟ الانيمالز ديت.
طيب اللاين ده بنكتب عليه ايه؟ الـ kinds of bits، يعني نوع الحيوان الأليف. وهنا الـ number of students، مين الـ students دول؟ دول اللي انا هسألهم واعرف هم بيحبوا انهي حاجة من دول. لما نيجي نبص بعيننا يا اولاد نلاقي ان الدوج في عندي كام واحد بيحبه؟ في عندي 9. والكات في كام؟ في 5. والهامستر في كام؟ في 2 اللي هو الفرس الصغير. والرابت في عندي كام؟ في 6. يبقى انا كده قدرت افهم معلومات من البار جراف. يلا نحل الكويتشنز. بيقول لي the number of students who like the cat is a، بيسألني على النمبر، عدد ال students، عدد الطلاب اللي بيحبوا الكات كام. نروح نبص على الكات نلاقي ان البار بتاعها وصل لحد الفايف، يبقى النمبر is 5. يبقى عدد ال students اللي بيحبوا الكات 5. طيب the most liked animal is، ناخد بالنا يا أولاد من كلمة the most عشان هتتكرر كتير. the most يعني الأكتر أو الكتير. يعني السؤال بتاعنا بيقول مين هو الحيوان الأليف اللي الناس بتحبه أكتر؟ يبقى نعمل إيه؟ نروح نشوف مين فيهم أكتر واحد. أكتر واحد الناس بتحبه الدوج كام؟ 9. طيب هو هنا بيسألني على إيه؟ the most liked animal ولا بيسألني على النمبر؟ هو بيقول لي الليكد انيمال از، ما بيسالنيش عن نمبر، ناخد بالنا، ما بيقوليش كام، لكن هو بيقول لي هو ايه. يبقى الاجابه بتاعتي از الدوج. اوعى حد يكتب 9 غلط، ما فيش حاجه اسمها ذا موست لايكد انيمال از 9، لا طبعا. طيب السؤال اللي بعد كده ذا ليست لايكد انيمال از ايه؟ برضو الكلمه دي مهمه جدا، ذا موست وذا ليست لازم تعرفوهم علشان بيجوا كتير في الامتحانات. the most يعني الاكثر، the least يعني الاقل. اوكي يبقى مين هو الحيوان الاليف اللي الاولاد بيحبوه اقل واحد؟ هو بيسالني على اسمه، يبقى نروح نبص هنا نشوف مين اقل واحد فيهم الاولاد بيحبوه. نلاقيه مين؟ نلاقيه الهامستر اللي هو الفار الصغير. يبقى لما اجي اكتب هنا اكتب مين؟ اكتب الهامستر. تمام؟ يبقى انا يهمني من الاكسرسايز ده ناخد بالنا من كلمتين مهمين جدا هيتكرروا كتير، the most وذا ليست. لما يجي يقول لي the most يعني الاكثر، اروح ابص على البار جراف مين هو الكولوم او البار الكبير. لما يقول لي the least اروح عند البار اللي فيه اقل عدد واشوف مين هو الاسم اللي مكتوب تحتي. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا ليسون 2، اتعرفنا فيه اكتر على البار جراف، وعرفنا ازاي نحل السؤال اللي يجي لي فيه ذا موست، وعرفنا ازاي نحل السؤال اللي يجي لي فيه ذا ليست. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.